في سيرة عطرة عقد من الدرر تحكي جواهره عن طيب الأثر. ضيف من الذكرى من الذكرى كبرى ضيف من الذكرى ومواقف كبرى بالنور قد كتبت لتضيء كالقمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذكرياتي. نسعد وإياكم هذا المساء وفي ضيافة ضيف كريم، ضيف هذه الحلقة، وهو سعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المحرج المتخصص في الإصلاح الأسري. حياكم الله دكتور. الله يحييك. الله يحييك. والله مرحبا، الساعة مبارك. الله يرضى عليك، مبارك فيكم. أنا بعلم الجمهور أن اليوم عندك في المجمعة في ضيافة هذا البلد المعطاء الكريم. نورت. الله يحييك. الله يحييك. والله مرحبا. الله يحييكم دكتور. عادة في برنامج ذكرياتي نستهلها بحديث بدايات الضيف، النشأة، المولد، أحوال وظروف تلك النشأة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأول حقيقة بس شيء من حقك، هذا من حقك عرفا وأدبا وحتى شرعا، أنك تعرف ما في خاطر. أنا الحقيقة اعتذرت عن مثل هذه اللقاءات من زمان لبعض القنوات، ولكن سبحان الله العظيم يوم كلمتني استحيت منك، ما أدري في شيء لك إما دعوة ولا شيء جاء، ما قدرت أردك، وإلا لست جيد في الحديث عن نفسي أبدا والله، ولا الله أعرف الحمد لله، لكن لعل الله يجعل يطلق على لساني ما ينفع الناس. الله يرضى عليك. وهو الله يعلم الله أنه تقديرا لك وشخصك وخلقك وخلق الأخوان اللي يكلموني، سواء المعدين الشيخ الأسمري وغيره وغيره اللي اتصلوا بي، ويعني حسيت أنهم يعني محبين، ما قدرت أعتذر. الله يرضى عليك. فهذه بس المقدمة مع محبة القناة المجد. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يبارك. الله يبارك فيك. الحقيقة طبعاً أنا ولدت في المجمعة هنا، وعشت إلى أولى ابتدائي، درست أولى ابتدائي في المجمعة، وفي مثل ما أنت شايف بيوت الطين وفي الجو الجميل وعلى ما يسمونه جيل الطيبين. نعم. وكان جيل جميل جداً جداً، يعني فيه تفاصيل أكثر من رائعة الحقيقة، وفيه تفاصيل جميلة إلى ذكرتها بعض الأحيان تخنقني العبرة. الله. شيء جميل جميل، يعني الحقيقة ما إن كانت من ناحية المادية هي أقل مما نحن فيها الآن بكثير، ولكن من ناحية عاطفية، من ناحية ترابط، من ناحية نظرة للحياة، من ناحية رضا، من ناحية قناعة، من ناحية بساطة، كانت يا شيخ فترة جميلة ذهبية تعتبر جدا يا شيخ. الله يا أخي، أنا من الحاجات اللي أنا إلى ذكرتها فعلا أتمناها ترجع المشاعر هذه. يعني كانت الوحدة حنا صغار، اذا لبست لها فستان جديد وقماش جديد، طبعا تعرف كلهم يفصلون في بيوتهم من اول، إيه؟ خياطين، فتلقاها مخيطين ثوبها، ولا منه شافوا القماش بس اللي عليها انه جديد، يا ام فلان منين جبتيه؟ رفعت طرف ثوبها وبالمقص قصصت للي كل من يبي عشان ينمونه يروح يجيب له من السوق. حريم ما كانوا يروحون للسوق، كان الرجال هم اللي يروحون للسوق يشترون في الغالب. إيه؟ فتقطع لهذه وتقطع لهذه، كل واحد تعطي اخوها ولا رجلها يروح للسوق، جيب لي بس لون اخضر، جيب لي لون ازرق، جيب لي. فكانت النفسية الحياة. النفسية طيبة، ما في شوف، ما في شوف نفس على بعض، ما في في بساطة. الوحدة اللي صار عندها فستان جميل قالت بنت خالتها وقالت بنت عمتها وقالت اختها وقالت قريبتها وقالت مرات جيرانهم، ترى العرس الجاي انا اللي بحضر فيه، ترى المناسبة الجاي انا باخذه منت، وفلانة تاخذه والثانية تاخذه، وهي دارت ان هذه ما اخذته، ما هو بيعيبهم يا شيخ. صح. كانوا بسطة، كانت بساطة، وكان كل يفرح للثاني وكل يتميز بما عند اخوه او اخته. القلوب غريبة يا شيخ، لذلك صار الأمر يسر عند الناس. الحين للأسف الشديد لو الواحدة لبست فستان وشافته واحدة عليها ولقت مثله في السوق، قالت لا ما أنا بشريته لأن فلانة لابسته، بعد قال أني أنا قلدها ولا ليش يا أخي صرنا كذا؟ يعني لما أتذكر كذا أنا أتخنق من العبرة، ودي بذيك المشاعر الجميلة مع المادة اللي الآن عندنا. أيه. والله تصير روعة. صح. مع المادة، يعني اللي عنده الشيء يعطي أخوه، يعطي قريب، يعطي أخته، يعطي خيته، على خيته تعطي خيها. على الأول هنا نفسه، أنا أبغى المشاعر الأولة مع المادية اللي الآن اللي نعم الله علينا الحين
إنه ما شاء الله ماديتنا زينة، سياراتنا زينة، بيوتنا زينة، عرفت يا شيخ؟ سفرات روحات، ودي لأخي أخي يلقط أخيته ويسافر بها معه، عرفت يا شيخ؟ شيخ يمكن جزء من جماليات الحياة أول يعني ضعف ذات اليد، قد تكون جزءا منها يعني في كان حاجة الناس، كان في أثرية يا شيخ وعندهم المعشاة، كان في أثرية ولكن ما عندهم، ما كان فيها يعني اللي نشوفه عند بعض الناس الآن. حتى اللي هم أثرية الآن صار عندهم نفس الاستعراض، يعني ما عاد يبقى على ثري أو غير ثري، يعني الناس كلها صارت للأسف الشديد الآن تختلف في مشاعرها وفي ارتباطها عن من أول. طيب دكتور، أنت تذكر يعني لما كان عمرك سنة سنتين ثلاث تذكر الآن؟ أذكر مثلا أنا من القصص اللي أذكرها، يمكن عمري كان 5 سنين، كنت أنا ولد خالي أحمد الله يغفر له ويرحمه، طبعا خالي أحمد الجبير كان مو بخال، كان أبوه، كان صديق لي، كان يعمل ملحق خارج المملكة، ملحق ثقافي، وإذا جاء يحرص أني أكون أنا وياه، أكون معه على طول، أنا اللي سوق به وديه وجيبه الله يغفر له ويرحمه. وكان يعني كنت علاقة، هو والد معالي الأستاذ عادل. أيوة بالضبط، والد وزير الخارجية، وزير دولة شؤون الخارجية الآن ما شاء الله، أستاذ عادل هو والده، والد الأستاذ المهندس سامي الجبير في هيئة تطوير الرياض، والد خالد في مجلس التعاون، يعني ما شاء الله عياله نائل، الأستاذ نائل كله ما شاء الله، ماهر ما شاء الله تبارك الله، عياله ما شاء الله فيهم خير وبركة، وأسأل الله أن يكونوا خير وخلف اللي خير سلف. هو رجل سبحان الله عظيم، كان فيه يعني من البساطة ومن تحبب لنا لدرجة أنك ما تشعر أنه خال، تشعر أنه أبو ثاني. يجي ينام عندنا يا شيخ، يجي ينام عندنا مثلا إذا مسافر وشيء، يجي ينام عندنا في البيت. الآن وين اللي يجي عند أخته وينام عند أخته ويقعد مع رجل أخته؟ وين أهلي أنا أقول لك يعني. فأذكر من القصص اللي وأنا في سنة خامسة وأنا عمري 5 سنين تقريبا، كان عندنا بيت زي هذا كذا وفيه برتسة صغيرة، وأنا وخالد ولد خالي أحمد جينا مبربس الظاهر في هالبرتسة وغرقنا أنا وياه، وأنقذتنا أمي الله يرحمها، جت وطلعتنا. العجيب إنه إلى الآن أذكر الغرق هذيك، سبحان الله. وخالد يذكرها، اللي تقابلت أنا وياه قال لي يا أخي تذكر يوم نغرق أنا وياك، يوم تجي عمتي وتطلعنا؟ يا أخي مجرد ذكر القصة ولجلست أنا وياه نسولف عنها يا أخي القلب ينشلع معها، الله ذكرها جميلة، الله عرفت، مع أنها خطورة غرقة يعني صح ما شيء، لكن المشاعر حلوة. يا رب ترجع المشاعر، انا اتمنى دائما وادعي يا رب، ودنا ما انعمتها به علينا من نعم يا رب المشاعر. امين. دكتور متى دخلت المدرسه؟ طيب انت دخلت المدرسه في اولى ابتدائي هنا في المجمع، عمري 6 سنين. دخلت صغير تقريبا المستوى يعتبر. كيف درست؟ كيف وش اسم المدرسه؟ المدرسه السعوديه في الابتدائي. الاولى اسمها المدرسه السعوديه، هي سعوديه ما في الا هي كانت هي مدرسه السعوديه يسمونها، وتعتبر من اوائل المدارس في منطقه نجد على ما أسمع، يبدو لي وأنا يعني المعلومة عندي غير مؤكدة، لكن يبدو لي إن كانت في مدرسة في عنيزة أو في الرس، وفي مدرسة في المجمع، كانت واحدة منهم تسبق الأخرى، بس تعتبر من المدارس اللي أسست وقديم في منطقة ثانية. التعليم يبدو في المجمع أيضا قديم يعني بشكل عام، بدأ من زمان. فأنا درست فيها أولى ابتدائي وبعدين انتقلنا للرياض. لكن تذكر معلمينك في الصف الأول؟ غالبهم يا شيخ، غالب المعلمين كانوا من الجنسية المصرية. إيه؟ وناس أفاضل يا شيخ والله، نذكرهم، نذكر كذا يعني طيف، وكان إيه طيف كان. نحن طبعا ساكنين في بيوت الطين وكذا، وهم يسكنون في العماير. إيه؟ العمارة وشقق وكذا، ما يسكنون مثلنا، كانوا يجون يسكنون في الشقق، ويبدو لي طبعا أنا أتصور أنهم ماديا كانوا أفضل، يبدو لي والله أعلم في وقت أنا عاد صغير ما أميز، لكن يعني كانت علاقتنا معهم علاقة يعني، أنا ما أذكر في الابتدائي أحد أسألي أو مثل ما أسمع بعض القصص الضرب من المعلمين أو كذا، لا. يمكنك جيد يا دكتور. والله مو بجود، يمكنني خواف ماني بسوي مشاكل، قد يكون هذا. لا طيب، المدرسة يعني زملائك في الصف الابتدائي مثلا المرحلة الابتدائية أولى ثانية ثالث؟ ما أذكرهم. كم جلست في المجمع؟ سنة واحدة أولى. والابتدائي انتقلت بعدها إلى المأمون في الرياض في شارع الشميسي. ابتدائية المأمون؟ إيه. كلكم الوالد وكذا كلكم انتقلتوا؟ أبوي انتقل للعمل في وزارة المعارف في ذاك الوقت، وإحنا انتقلنا معه، وطبعا أنا درست ثاني ابتدائي وثالث ورابع كلها في المأمون. طبعا اذكر عاد هناك تعرفت على، صار في صداقات، واذكر تذكرهم الان دكتور؟ اذكر منهم الله يغفر له ويرحمه، توفى الاستاذ يوسف الحسون،
كان زميل. هذا مدرس؟ لا لا زميلك. زميل لي بس اني اذكره دائما ادعي له الله يغفر له ويرحمه. كان حبيب معي وطيب وسامح الله يغفر له ويرحمه. اذكر واحد من الفرحان والله ناسي اسمه ناصر او محمد والله ناسي، كان برضو معنا ورجل مؤدب وخلوق، يعني اذكر اسماء الحقيقه جميله. كان فيه مدرس يا اخي توفى ابوي الله يرحمه ونسيت الاسم لكن الله يغفر له ويرحمه، اكيد انه توفى يا اخي. انسان ما انسى ابد. وانا في ثاني ابتدائي رايح ثالث، لي اخت اكبر مني بسنه حصل عليها حادث توفت. اللهم دعستها السياره وهي راحت المدرسه. كانت في ثالث ابتدائي واندعست الله يشفع بها وتوفت. فطبعا ابوي الله يرحمه ما حب يصدمنا بالخبر، فقال انها تعبانه وصار عندها كسر في رجلها وانه وديناها مصر تعالج وان شاء الله. ما قوى ابوي من ما علم الوالده؟ لا معلم امي بس احنا العيال. ابوي الله يرحمه كان صديق، كان حنون علينا. تصدق يا شيخ ما اذكر انه مد يده علي، ما اذكر ان ابوي مد يده علي ابدا. ما اذكر اني سمعت امي رافعه صوتها على واحد مننا ابدا والله يا شيخ. ما اذكر ما شاء الله. اي والله ما اذكر يا شيخ ان ابوي يوم من الايام مد يده، يعني هددنا مره بيطقنا، قال الصبح اذا قمت بطقكم، الحين الليل ما بطقكم، لانه جاء لقانا نلعب في الشارع، في شارع التمر في الرياض، جاء لقانا نلعب في الشارع. انا يمكن في ثالث ابتدائي مع اخواني، في اخوي الدكتور عثمان اكبر مني وفي اخواني اصغر مني الباقيين، فجانا ولقانا في الشارع ودخلنا وقال اوريكم الصبح ان شاء الله بطقكم، بس تهديد لكن ما طقنا الله يرحمه. ايه فما اذكر، يعني كان صديق لنا الله. كان قريب لنا مره الله يغفر له ويرحمه. فما قدر يبدو لي يقول لنا انها ماتت، فقال انها في مصر وان احنا في الصيف نبي نروح المصر عشان نروح لها. انتم ما سالتوا ممكن معقول مهم معقوله مره؟ لا ما اذكر. انا اذكر يا شيخ اني كنت قبل ما تنصدم يمكن اقل من 10 ايام 15 يوم بالحدود، ما اذكر ايام بسيطه، كان فيه كرمك الله شبشب كرمت يشترونه ذيك الايام طايحين فيه يسمونه كنديشن شبشب يذكرونه اللي في سني واللي اكبر مني. طبعا ما كان يشتريه الا الذوات ذيك الايام. يعني لا قال لك يعني ذكرت يسمونه اول لا ماركه يعتبر ماركه كنديشن يسمونه. ليش يسمونه كنديشن؟ لأن أرضيته مشققة بلاستيك يا شيخ. أرضيته مشققة بس طاحوا في الحريم كل أنت بتشتري نعلة هالكنديشن. فرحت أنا أدور في السوق لين جبت لخيتي كنديشن. فجوا يركضون بنعلتها لي عقب ما اندعست، يقول أختك خذ هذا كنديشن. الله إيه. فأنا صار في قلبي على هالنعلة الله يشفع بها. أبوي قال لي لا ما ماتت يا أبوك بس نحن بنروح مصر. فرحت ان احنا بنروح مصر، ذكر ايام مصر نبي نسافر بنروح بنجي. ففرحت رحت المدرسه وقلت انا اختي اندعست وصار فيها كسر في ساقها وبروح مصر. مصر بالنسبه لنا يعني يعتبر عالم جديد. لا وبعدين من اللي يروح مصر؟ صح ذيك الايام مصر تعتبر، يعني انا اذكر كاني قرات في يوم من الايام مقال اجنبي يقول كادت العاصمه الفلانيه ما اذكر عاصمه احد الدول الاوروبيه ان تشابه القاهره في جمالها ونظافتها وفي طبعا حضارتها. حتى المدرسين كانوا يجون المصريين وكذا يجون تحس بهم ما شاء الله تبارك مليانين الله. إيه والحين ان شاء الله فيهم خير ومليانين وان شاء الله انهم ما نقص منهم شيء، لكن الوقت هذاك حقي الازهر يمكن الاولين. لا ولا هو لا مو بشرط، بس البلد كانت فيها خير. البلد مصر كانت يعني بالنسبه للناس كلها احنا وش كان عندنا يعني. صح حضارتها قديمة هي طبيعي مصر ما حد ينكر حضارتها مهما كان يعني. هذه من المواقف التي أثرت في حياتي. فصار موقف ظريف أني رجعت قلت لهم بروح مصر. فغاروا مني زملائي ليش تروح مصر؟ قلت بروح أنا عشان أختي. لا ما أنت بروح مصر. فدال يقول لا أصلا أختك ماتت. أصلا أختك ماتت. هم يدرون من كم من أمهاتهم؟ هم يدرون أن أختي ماتت أنا ما أدري. فأنا كنت أقول لهم لا أنا أبروح مصر ما ماتت. يقولوا لا ماتت. فدل يرصون علي ماتت قمت أصيح. فدخل هذا المدرس الراقي اللي أقول لك عليه ما أنساه، دخل وش فيك يا عبد الرحمن؟ قلت يقولون أختي ماتت. كم يقوله ثروبوي معلمه قال لا تقولون لعبد الرحمن إن أختها ماتت. أنا متعلق فيها الله يشفع بها. تعرف السن حول بعض صح
وابونا الله يرحمه وامنا كانوا يا اخوي طريقتهم معنا ما 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 نحس بتمييز احد عن احد. وهذه نصيحه لكل من يسمعني، كل اب كل ام. اخوه يوسف وهم انبياء غاروا من ابوهم، غاروا من اخوهم يوسف الله لشيء من ان احبوا الى ابينا منا، ظهر ما يدل. فينتبه الاب والام يا اخي لا تميزون ولد عن ولد مهما صحيح. كان الولد ولا تقارن بينك وبينه، تبي تميزه بينك وبينه ما عندك مشكله، يدري انك بينك وبينه بس لا يظهر قدام اخوانه واخواته. انا ترى مشاكل كثيره، ندخل في مشاكل كثيره، لا بحثتها بحثتها لقيت اساسها بعضها الوالدين، بعضها الوالدين يزرعوا هاي شيخ الله. اي يعني بالطريقه هذه تزرع غل بين عيالك وشوله شوله يا اخي. فانا كنت فقال لي من اللي يقول لك، في واحد ما نبقى اسمه ولا اذكره الله يغفر له يرحمه ولا يطول في عميره ويمد في صحته، اذكر اسم كذا بس انه كان حارا علينا وقبله مدرس عليه. لا زميل لانه اكبر منه وكان اقشر علينا كان العريف لا ما هو بعريف بس يرد حتى بالعريف هذاك وكان شديد علينا مره قاس علينا طققنا الظاهر يعني مو انا والله يرحمه يوسف واللي معي من زملائنا احنا صغيرين اجسامنا كلنا صغيره انتف وهو كبير ويخوفنا. فجلس قال من اللي قال، من اللي قال ان اختك ما تتخلى طقه؟ قلت فلان والله انا ما قال لكن عسى الله يتوب علي. كان قال اطلع برا، وقفه برا. قال انا ما قلت يا استاذ. قال لا قلت شوف ترى عقبها شو ما عاد صار يقول لي شيء. قلت خاف من الاعيبي وانا صغير خاف من الاعيبي. فاقول لك من الاستاذ نفسه على موقفه معي في موضوع وفاه اختي إلى يومك مأثر فيه الله. وإلى يومك أنا استفدت منه في التعامل مع الناس، إذا صار عنده حدث ولا صار عنده شيء استفدت. شوف خانقتني العبرة يوم ذكرته الله، لأن الله يغفر له ويرحمه ويجزاه عني خير، أشركه معي في أعمال الخير يا شيخ. ما شاء الله. أي والله يا شيخ له أثر جدا. أنا بفضل الله يا شيخ ما في إنسان احتكيت فيه ما استفدت منه. إن كان السيء حاول تجنب السوء اللي فيه، وإن كان كويس حاولت أني أقلده. قد ما أنجح في تقليده ومجاراته يكون أفضل مني، لكن على الأقل أحاول. يا سلام. إيه. فهذا المدرس من المواقف اللي أنا أثر أنساها أبدا. طيب متى دريت عن أختك أنها توفيت يا دكتور؟ خلاص بعد ما صحتها الصيحة وكذا خلاص اتضحت الصورة أنها متوفية. أنها متوفية. إيه. طيب درست إلى المرحلة الابتدائية في المأمون. لا إلى رابع. إلى رابع بعدين؟ بعد رابع صدر قرار تعيين أبوي في الملحقية الثقافية في باكستان. إيه. ورحنا انتقلنا إلى باكستان وانت صغير. وانا صغير ودرست في مدرسة عالم جديد وعالم نقلة نوعية. صحيح صحيح نقلة نوعية، يعني من بيت طين إلى فلة على ثلاث شوارع على شارع رئيسي، من بيوتنا الطين اللي تعرف أنت صحراء وكذا صح. إلى بيتنا وإحنا جالسين في الحديقة في بيتنا في باكستان، قدامنا جبال كان نصها ثلج، قدامنا قدام بيتنا غابة ندخل نمشي فيها، نروح إلى سوق مغطى يسمونه ميني ماركت ذيك الأيام اسمه ميني ماركت في إسلام أباد في العاصمة. شوارع في العاصمة، السفارات كلها كانت في العاصمة. كان في جامع الملك فيصل الله يغفر له يرحمه، حنا على نفس الشارع اللي عليه جامع الملك فيصل، كان معنا من الأسر الطيبة في ذاك الوقت، كان وقتها من السعوديين. كان وقتها الله يغفر له يرحمه في رجل يا أخي يذكر فيشكر فما ينسى ابدا، كان توه رايح من باكستان، قال له الشبيلي سفير الله يغفر له ويرحمه، رجل ما شاء الله سمعته تسبقه في وطنيته في غيرته، كنا واحنا صغار يعني وهم يسولفون عنه ودي الواحد يصير مثل الشبيلي. يعني انا اتمنى وانا صغير ان يصير مثله، اصير مثل الشبيلي. هل الناس تحكي عنه في المجلس؟ كان سفير شيء يا شيخ، نسمع من القصص عن مسخر ما يعطى له من مصروفات إلى خدمة المواطنين اللي يجون في باكستان، تعاون معهم مساعدتهم، يعني فعلا كان يعتبر سفير مميز مميز فعلا والله. فإحنا من جينا هناك كان هو الله يغفر له ويرحمه السابق، طبعا تعرفنا على أبناء موظفي لا موظفي الملحقية أول شيء موظفي السفارة وموظفي القنصلية، وبدينا عاد ثقافة تختلف تماماً.
درست طيب هناك يا دكتور؟ درست أشهر، أول أشهر، وبعدين صاروا كلهم اتفقوا الموظفين أنها تكون دراسة صعبة لأنها بالأردو. إيه مدارس باكستانية؟ إيه. آه ما كان في مدارس سعودية؟ ما في لا. إيه. وبعدين دخلنا، أنا الحمد لله مشيت تعلمت لغة أردية وصرت أتكلم معهم وصرت أدرس ومشيت، يعني يجي 4-5 شهور في المدرسة، لكن في الأخير رأوا الموظفين، طبعا هم الكبار هم أصحاب القرار، يعني رأوا إن إحنا يعني نرجع نكمل في السعودية، نختبر في السعودية. جابوا لنا مدرسين في سفارات عربية أخرى، أذكر كان في واحد الظاهر من العراق، كان في واحد من فلسطين، شيء زي كذا، يعني أنا ما أذكر. يختبرونكم؟ أذكر لا يدرسونا عشان نرجع نختبر هنا في السعودية. الدراسة في إسلام أباد في بيوتكم؟ في بيوتنا، يجي المدرسين. نفس المناهج؟ نفس المناهج يدرسونها، ونسق الظاهر مع الوزارة هنا إن إحنا نروح قبل اختبارات شهرين. هي سنة واحدة اللي سويناها، سنة واحدة اللي سويناها، رحنا و اختبرتوا. جلسنا يمكن 3 شهور عند عمي الله يرحمه، أنا وأخواني صغار، عمي اللي الله يغفر له ويرحمه بعد ما أثر فيني كثير يا شيخ. أنا في ماذا؟ كبير. عم من أبو الله يغفر له ويرحمه. أكبر من الوالد؟ إيه أكبر من الوالد، له ولد، ولده الكبير أنا ما أعتبره إلا عم برضه، وأنا صغير ولده الكبير محتويني، قال أبو أحمد عبد الرحمن المهرج، رجل خلوق، رجل واصل، وصل شيء عجيب يا شيخ لو تحكي عنه. من طبعا أخوه الثاني أخذ أختي اللي هو إبراهيم المهرج، تزوج أختي وصار عاد هو صديق وصار أخو، وتعلمت منها أيضا واستفدت من كثير، ومحبة الله يديمها بس ولا زالت أبشرك. فعمي أثر فيني ونهايته كانت تأثيرها علي أكثر، لأنه مات وحنا في باكستان. مات في السعودية هنا؟ مات في السعودية وحنا كنا في باكستان، جت البرقية لأبوي وحنا في باكستان، قالت توفى. أنا قعدت عنده طبعا 3 أو 4 شهور اللي هو 5 ابتدائي اللي طبعاً. فترة الاختبارات؟ لا يعني أكثر من الاختبارات، لأنها 3 شهور تقريبا أو 4 شهور، اختلاف الوقت. حنا بدينا ندرس من الصيف في باكستان، فأخذنا وقت طويل، وبعدين رجعنا قعدنا يجي 3-4 شهور في الرياض عند عمي الله يغفر له ويرحمه. فكتبت لأمي بيت شعر لقيته وأنا صغير بزر، ولا لقيت لي بيت شعر وما أدري قلته وما أدري، والله يا أخي إنه وخدت ورقة وأنا صغير أحب الشعر، أحب قول الشعر وكذا الشعر العامي يعني. فكتبت ورقة، كتبت قلبي تخرج مثل منخل عشانه، رسمت قلب، رسمت منخل وخرجته ببرة، ودموع عيني مثل صب المرازيم، رسمت عين تبتي، رسمت جدار مرزام فيه مرزام، وارسلته لأمي. طبعا زمان كانت الرسالة تروح في 3 أسابيع 4 أسابيع وترجع في 3 أسابيع 4 أسابيع، فشهر اي تقريبا. يوم وصلت الرسالة لأمي وشافتها قالت لأبوي شوف يا أبو عثمان الله يجزاك خير، تركت عيالي مع ذلك تركتهم، يا روح أنا وياهم يا أجي أنا وياهم، دم تدرسهم في باكستان ولا رحت معهم للسعودية. صرنا من بعدها نجي حنا وميمتنا الله يغفر له ويرحمه، الله نجلس حنا وياها طول السنة، ولا جاء الصيف رحنا لباكستان. تجون هنا؟ نجي هنا وندرس، والوالد الوحده هناك ملحقيه. إيه في نص السنه يجي عندنا، يجي 3 أسابيع 4 أسابيع كذا اجازته وكذا يجي عندي. انت دكتور كم جلست في باكستان؟ سنه واحده؟ 4 سنوات. 4 سنوات؟ اي ابوي جلس 4 سنوات، اللي فتره الصف الخامس رابع، خامس وسادس ولا متوسط ثاني متوسط. نظام. ايه 4 سنين. طيب ثم بعدها؟ بعدها رجعنا طبعا للسعوديه. طبعا باكستان هي اللي اسستنا، رحلة باكستان هي اللي أسست فينا شيء كثير، بعدنا عن أهلنا وجماعتنا وكذا، زادتنا ارتباط بالسعودية، زادتنا ارتباط في ناس تعرفهم هناك؟ إيه عوائل كثيرة، إلى الآن عندنا مجموعة في الواتساب مكتوب عليها باكستان، من الراجح الله يجزاهم خير، أسرة الراجح، العم ناصر راجح والعم عبد الرحمن راجح ولد عمه، كانوا خيار 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 يا شيخ، أباء والله يا شيخ، العم حمد السلمان يعني وش أقول لك، يعني العم حمد سلمان موجود الله يطول في عمره على الطاعة، ما جد شفته إلا أقبل يده ورأسه ويده مثل ما قبل أبوه. الله أب العم أبو إبراهيم هن الله يغفر له ويرحمه، أشد من الأب بدون مبالغة، يعني أب ثاني لنا. العم سرحان العتيبي كان يا شيخ، إلى رحنا من لاهور إلى السعودية، نطلع من إسلام أباد أو من لاهور إلى، لأن انتقلت من الحقية لاهور، نروح الكراتشي لازم نوقف العم سرحان العتيبي في مكتب كراتشي، هو العم إبراهيم هنا. العم سرحان العتيبي ياخذني نومنا عنده وهو الحالة، نومنا عنده في البيت أنا وأخواني،
ثمين يرسلنا للرياض. أبو عسى الله يطول في عمره إلى يومك، وهو بالنسبة لنا يعني ما نقول له دكتور. تجربة باكستان يعني طبعا فيها ما ودي أنسى الصقعوي الله يغفر له يرحمه، أسرة طيبة طيبة إلى الآن معانا. هذول كلهم كانوا في الملحقية؟ كانوا كلهم في الملحقية هناك، الراجح، الصقعوي، القضيبي، المطلق، والله كثير. أنا ما ودي أخاف أنسى أحد منهم، ذاكرة بعض الأحيان ما تجيب، لكنهم يعني كلنا تقل عائلة الواحدة يا شيخ. طيب أنا ودي دكتور أذكر ولا قطع كرام، أذكر واحد من عائلة المحضار. إيه من المحضار من جدة. إيه كانت تصوم الست، كنت أنا علي قضاء في رمضان وأنا كنت في خامسة داعي. إيه وعلي قضاء وما في حد يصوم في البيت، كانت تأخذني عندها في البيت تفطرني معها يا شيخ، تجي تمرني تعرج لها، هم بيتهم مو بعيد عن بيتنا، تجي في باكستان. في باكستان الله، تجي تاخذني تقول يلا مزهب الفطور، ام عثمان لا تصلحي الفطور، انا مفطره خلي افطر عبد الرحمن. عبد الرحمن كنت انا في خمسة دقائق كانت تفطرني يا شيخ، اثر مو بشين جدا جدا اثرها جميل. طيب السؤال دكتور، تجربه باكستان يعني اكيد انها اثرت في الدكتور عبد الرحمن، وايضا زادته معرفه في يعني في حياته ومستقبله مع ابنائه. أنا أريد أن أقف يعني على هذه الجوانب، لكن أذنت لنا بعد الفاصل الله يحفظك ويرضى عليك. أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا. بالنور قد كتبت لتضيء كالقمر في سيرة عطرة. مرحبا بكم في ذكرياتي، ضيفنا وضيفكم هو الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المحرج المتخصص في الإصلاح الأسري. حياكم الله دكتور مرة ثانية. الله يحييك ويحييك، يا هلا والله. دكتور كان قبل الفاصل تحدثنا عن تجربة باكستان وأيضا الجماليات اللي فيها والمواقف الرائعة، لكن عندما غادرت باكستان أتوقع أن في محطات استوقفت الدكتور عبد الرحمن، لو وقفنا عندها. شوف باكستان لا شك انها يعني احنا انتقلنا نقله تعتبر نوعيه بالنسبه لذاك الوقت. صحيح. يعني من المواقف اذكرها لما رجعت في احد اجازاتي كنت اقول للجماعه بعض الناس من جماعتنا ومن جيراننا اقول لهم مثلا ايش تسوون؟ اقول لهم مثلا انهم يجيبون المانجا مثلا اشكال ونحن نقطع هناك، يقعدوا يضحكون يقول مانجا يقطع، المانجا عصير يعني ما نعرف الا قهوه ذيك الايام عصير قهوه. فيقولوا يستغربون شلون المانجا، وكانوا يجيبوني في المجالس يضحكون علي بعض الناس يجيبوني عبد الرحمن وشلون المانجا في باكستان؟ اقول كذا وشيء سمكه وشيء اوصف لهم ايه المانجا ايه يلا، يحسبوني يعني انت بصادق؟ لا يحسبوني امثل عليهم او كذا. فامي الله يرحمها درت انهم يستهترون بي، علمتها قلت انهم يضحكون علي انهم. فراحت السنة اللي بعدها جابت أمي منقى الله يرحمها من باكستان، وكل ناس من ذي اللي ضحكت عليه أرسلت له في بيته حبتين أو ثلاثة على حسب ما سمح به، قسمت عليهم كل أبوهم. عقبها جوني قالوا فعلا ترك والله إحنا نحسبك تسلك من أول، ترى ما نعرف شيء، ما كان عندنا يا شيخ. السمبوسة كنت أتكلم لهم عن السمبوسة وإنها كذا شكلها وكذا أيوه فيها لحم جوا، يستغربون يقولوا وش هذه، ترى ما كانت عندنا الأمور هذه. ثقافة تغذية عندنا كانت تختلف. أنت جايبة من باكستان، هذه ثقافة باكستان. إيه. لكن الأجمل من هذا الأكل وأجمل من هذا اللي استفدته أنا حسبه إني استفدته من باكستان هو قبول الطرف الآخر، هذه نقطة مهمة. كيف؟ في باكستان نجلس مع مختلف الأطياف، مختلف الأحزاب، مختلف المذاهب، عرف نجلس مع كل أحد ونقابلهم ونسمع منهم ونعرفهم. يعني جارنا مثلا نشوف جارنا يتصرف تصرفات، نسأل وشو هذا، يقول هذا كذا كذا يتصرف لأنه كذا. فنشوف صار عندنا قبول أو استعداد لفهم اللي قدامي. مثلا يا سلام. النصراني ما كنت أشوفه أنا في المجمعة، ما كنت أشوف النصراني في الرياض، ما كنت أشوف مسيحيين، ما أعرفهم. لكن وصلت مرحلة أني آخر أروح في جولة سياحية مع المدرسة ويدخلونا كنيسة ونشوف الكنيسة ونشوف صورة المرأة اللي منحنية ونشوف فالواحد ثقافة جديدة. أي طبيعي الواحد بدي يعرف هذول وشهم وش عندهم وليش هم كذا تفكيرهم، وتشوف ناس كبار لهم تأثير. ولذلك أنا من الناس اللي أثروا علي في حياتي قسيس أثر علي كثير، يمكن ما عمري ذكرتها، لكن فعلا هو بفضل الله سبحانه وتعالى كان سبب في أني أبدأ أحس بالغيرة على الدين الإسلامي وللدعوة
ومن من يوم كنت صغير وزرع عندي هذا الرجل من شدة ما هو حريص على نشر دينه وطريقته في نشر دينه وأسلوبه معي طريقة تعامله معي. كان يتعامل معي تعامل أبوي مع أنه عمره 60 سنة وقتها، طبعا مو في باكستان هو في دولة أخرى، بس وقتها كان عمري يمكن 18-19. أهدالي الإنجيل يعني أخذته وقعدت تقرأ فيه وأنا عمري 18-19 سنة، قريته وشفت وش عنده ولاحظت في ملاحظات ولا صغير بديت ألاحظها هذا خطأ هنا كذا، قمت ألاحظ حاجات معينة وأنا توي صغير بس أني قريت فيه وقمت ألاحظ. هو بسببه هو رجعت أقرأ في الشريعة وأقرأ في الفقه وأقرأ في التوحيد وأحاول أقوي معلوماتي. يعني ثانوية وش عندك يا الواحد؟ أنا دراستي في الأساس كانت لغة إنجليزية، فوش عندك يعني وش عندك من علم شرعي؟ هذا هو اللي دفعني بفضل الله سبحانه وتعالى أني أبدأ أقرأ وأتعمق في الدراسات الشرعية. ما شاء الله. إيه طبيعي. فأنا أقول لك من باكستان أنا بديت مرحلة أني أقبل الشخص يكون مختلف معي. دكتور وأنت صغير؟ إيه والله. هالعقلية؟ يعني بديت متوسط يمكن. أشوفها أسمعها مثلا، أذكر يعني أشخاص كانوا في السفارة طبعا عرب لكن الجنسيات طبعا مختلفة، لكن أذكرهم كنا نجلس معهم وكانوا يبينون لنا يقولون يعني ترى فيك كذا انتبه لا تقول كذا لأنه هذا احترم هذا الشخص لأنه ترى على دين كذا، هذا ما يؤمن بالله بس لا تقول له أنت ما تؤمن بالله وتقول له كذا. بدي يوجهونا وهم موظفين في السفارة في الملحقيات توجيهات أبوي وحنا صغيرين. جميل. طبعا في حاجة في الملحقيات كانوا يسوونها موظفي السفارة، انه احنا عندنا في المدارس طبعا تعرف عندنا فتره يمكن نص ساعه بريك يوقفون واحنا قريبين للسفاره، فكنا نطلع نروح للمكاتب، نقدر نروح المكتب الثقافي وندخل ولا نروح في السفاره، يعني كلهم جنب بعض كانوا قطع شارع بس يعني نروح لهم. فالفتره هذه كانوا الى الراحه حقتهم ياخذون لهم راحه نص ساعه فيسوون نعم لا، اذا تعرفها لعبه. اي نعم لا، يحطون كلها لا واحدة نعم، اللي تطلع عليها نعم يشتري لهم بيبسي ويشتري لهم عصير. فكنا نحرص نجي في الوقت اللي عندهم نعم لا عشان نشرب معهم. ايه هذه من، فلما نجي نجلس معهم كنا نسمع منهم يا شيخ. وكانت يعني ولا اخفيك يعني احتكينا حتى من ابناء السعودية من المناطق الاخرى. ايه ما كنا احتكاكنا بحد يعني، كان من اول تعرف من جدة المدينة كل منطقة الغالب في منطقتهم. إيه؟ ترى قليل اللي يجون من اول، ما كان فيه يعني نادر تشوف. يعني وانت صغير يا دكتور يعني ترى مرحلتك صغيرة ابتدائي ولا إيه؟ لا اي بس ما كان ما كنا نشوف احد الا من الديرة، عرفت؟ في الغالب إيه؟ من الديرة يعني. فبدنا نشوف ناس من كل جهة في البلد، وينكم من؟ حنا والله من المنطقة الفلانية من شمال المملكة. وين هذه؟ بديت ادرس عنها. لذلك يوم جيت أنا في الجامعة، يوم جيت في المرحلة الجامعية وعمري يمكن 19 سنة، وكنت أتكلم أنا مع بعض الناس في بعض البلاد، إحنا كنا ما يعني أعرف في بعض البلاد، أنا ما بذاك البلد مثلا في شوارعها أكثر ما أعرف في الرياض. لأن قرأت عنها؟ لا قرأت ورحت وشفت، يعني كنت أسافر، الوالد الله يرحمه كان يسافر بنا، فكنت أعرف ولكن يا أخي ما أعرف شيء في السعودية. فاتفقت أنا ومجموعة من زملائنا إن إحنا نأخذ جولة في الصيف السعودية، إيه؟ وقمنا ننتقل من منطقة إلى منطقة سيارة اليوم. إيه؟ لا بالطيارة. بالطيارة. إيه بالطيارة. مثلا اليوم حنا بنروح للجنوب لأبها، عندنا صديق من أهل أبها، نقعد عنده 3 أيام ثم نطلع حنا وياه نروح الباحة، ثم نطلع حنا وياه نروح الطائف، ثم نطلع حنا وياه نروح وبدأنا نمشي مع بعض مجاميع ولفينا. مثلا أكلت المعصوب أول مرة في مكة وعمري 19 سنة، كانت أم واحد من زملائنا هي اللي مسوت لنا معصوب الله يغفر له ويرحمها، كانها ميتة ويطول في عمرها إنسانة حية، كان أمه يعني كانت شفقة على إكرامنا وحريصة. جميل. إيه عندي صديق مثلا في المدينة هي قال له محمد أنديجاني، محمد أمين، محمد يوسف سعودي أبو عبد الله. إيه سعودي طبعا. إيه. يعني صداقتي معه 45 سنة يا شيخ إلى يومك، أو أكثر من 45 سنة، حول 50 سنة ما شاء الله. زوجتي الآن صديقة زوجته، بناتي صديقات بناته، أخذ أخباره من بناته الآن، ما عاد أخذ أخباره منه مباشر، خليه يخبي عني. إيه. ما عندي مشكلة، أنا أقول أبو عبد الله وز اللي تبي توزيه وز. البنات يجيبونه. البنات يجيبونه إن شاء الله. إيه. علومه عندي وعلومي عنده بفضل الله. من الزمالة. أشد من الأخوة. الله. أشد من الأخوة يا شيخ، وهذه قاعدة أنا دائما أقولها للمبتعثين.
نصيحة من تجربة، إذا صرت مبتعث سواء وظيفة أو دراسة، احذر عيالك يشوفون منك فيك موقف يخالف ما تؤمن فيها، سواء في دينك أو في وطنيك أو في غيرها. احرص على سمعة بلادك، بلادك بلاد الحرمين، احرص على هالسمعة. جميل. لا تتصرف تصرف يشينك ويشين عيالك، يخلي عيالك يفشلون منك بعد 40 سنة. اللي خلانا أنا ومحمد أمين إن صداقتنا مستمرة، إن ما كان بيننا يا شيخ شيء نستحي، قال كل اللي بيننا نظافة وعلى ما يرضي الله سبحانه. يا سلام يا سلام، عرفت يا شيخ؟ يا سلام. لكن اللي يصير بينه وبين الواحد خيابات مهم مضبوطة، قد يستحي إنه يستمر معه، يخاف إنه يحتي يوم من الأيام ولا يطلع شيء. جميل. ولا لا يا شيخ؟ صحيح. إيه. فهذه طيب. نصيحة بس. طيب دكتور الله يرضى عليك، المرحلة الثانوية وين درستها؟ طبعا احنا رجعنا هنا السعوديه في ثالثة متوسط، درس متوسطه الاولى. إيه؟ وبدات مرحله ثانيه جميله. المتوسطه الاولى اللي في شارع العطايف. في العطايف، لان احنا صرنا نسكن جنب اظن موجوده حتى الان ولا لا، نسكن جنب عمي الله يرحمه. إيه؟ هو شارع السويلم، واحنا نسكن في شارع العطايف اللي موجوده، وازورها بين فتره وفتره، اقف على جدارها وقبل ذا الجدار والجدار، وما احب الديار شغلنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. المتوسطه الاولى فيها مدرسين افاضل كان لهم اثر علينا مو بسهل، أذكر منهم الشيخ عبد العزيز العثمان الله يعطيه الصحة والعافية، يا أخي أشد من الأب لنا، الله. كان يعاملنا يا شيخ أشد من الأب. كان في واحد من الرشيد يدرسنا الفقه أيضا أو التفسير والله نسيت، لكنه أيضا كان أب لنا. كان في الشيخ محمد الدريعي درسنا رحمة الله عليهم. رحمة الله عليهم جميعا. كان مديرنا كان له الشيحة أذكره، رجل يا شيخ أباء، والله إنهم أباء كانوا، يعني مرحلة جميلة جميلة جميلة، جيل جميل ذهبي والله، لا زال الحمد لله الخير موجود. هم هؤلاء أنتجوا الثاني. إيه؟ بس العواطف غير والمشاعر غير، هيبة المعلم غير. أنا إذا طلعت يا شيخ، أنا أذكر في المتوسط ولا ابتدائي، إذا طلعت في الشارع وشفت المعلم أخاف أرجع البيت، خايف بكرة وش أرد عليه، ليش أنا في الشارع؟ لأنه بيسألني وش مطلعك في الشارع البارح، وش نطلع من حرصة عليك، وانا راح اجيب خبز لاهلي. ايه. بس المعلم ما يتركني، يسالني بكره ليش نطالع عبد الرحمن في الشارع البارح، اقول من حرصة عليك. ايه طبيعي. والجانب الابوي ما يشعر عنده، ما المدرس هو يشعر انه ابو لي. فاذكر مدرسين كثير يا شيخ الله يغفر للميت، وطبعا واذكر من زملائنا اثروا في شخصيتي، زملاء يعني كان لهم تاثير، وهم زملائي. منهم اذكر واحد اللي قال له اسمه مقبل القاضي. إيه؟ من أسرة القاضي المباركة مقبل، هذا يعني شخصيته وسمته في الفصل يعني خلانا نتعود منه الهدوء، السمت، لا تراد أحد، لا تحاتي أحد، سمته رائع جدا. الله. بس ها عنده خطوط حمر لا تعداها، ما يخليك الأخطاء. إيه يعني عنده خطوط حمر، رجل يعني معك عسل وخلوق وسمت، بس في لك حد معه، يعني اقصد يجي حد يعرف عليه ولا شيء. ايه ايه ما يقبل احد يدوس له، لكنه كتعامل راقي. يعني انا وانا صغير، وانا عقب ما كبرت وعقب ما تزوجت وعقب ما صار عندي عيال، اشخص تشخيصه واقول لعيالي ترى هذه تشخيصه واحد كان زميل لي قال له مقبل القاضي، ترى هذه شخصيته. حتى شخصيته هذا اي مرحله دكتور؟ هذا في اولى متوسط. اولى متوسط. ايه أثر فيني يعني شخصيته وسمته. طبعا قابلته عقب وتقيت أنا وياه وصار بيني وبينه ود، وريت عيالي. طبعا عيالي الله يصلحهم، الآن الصغير منهم يحضر الدكتوراه اللهم لك الحمد، الشباب الذكور يعني البنيات الحمد لله عندنا وعندكم خير، لكن الذكور أصغرهم. بس أني وريتهم إياه وقلت هذا ترى زميلي اللي أثر في شخصيته. وريتهم إياه كشخصة؟ كشخص موجود الآن، هو موجود الله يطول عمره. إيه وأحبه. إيه. يا شيخ أحبه، مقبل من الناس اللي لهم أثر على القاضي. قلبي. إيه وإن كنت ماني بشوفه بشكل دائم حقا انشغال حياته، لكن يبقى له الدعاء في قلبي. يا سلام. تبقى له المحبة، يبقى له الأثر الطيب يعني. جميل. يبقى طيب. تخرجت من توسط الأولى. وإذاك ودي وقفة هنا، ودي وقفة. إيه؟ هنا عشان مقبل. ودي وقفة أقول أي واحد يا أخي احرص أن تترك أثر عند زميلك. يا الشباب يلي في متوسط وثانوي احرصوا تتركون اثر على بعض جميل عند بعض، اتركوا العناد والقشاره وانك تبي تسيطر عليه لا حبوا بعض، ترى بعد 40 50 سنه بتتكلمون عن بعض زي ما اتكلم انا عن اخوي مقبل. يا سلام، بيض الله وجهك كذا، هذا من الوفاء الراقي يا اخي، لها حق. اي أيوة والله هذا حق يا اخي. طيب درست، خلصت المتوسطه، ثم خلصت المتوسطه ثم انتقلنا، عاد رجع ابوي من باكستان الله يغفر له ويرحمه. ايه. رجع من باكستان. عفوا الثلاث سنوات هذه ما كنت مع الوالد انتو؟ اي اولى وثاني، ثالث متوسط اخرها رجع ابوي. رجع الوالد خلاص، رجع الوالد انتهى مهمته في باكستان، رجع.
لما رجع الوالد طبعا شرينا بيت في الملز. انتقلنا الآن من مرحلة، وأنا وقفة عمي أقول لك، عمي أثر فيني في وفاته الله يرحمه، أنه راح المدينة هو عياله، ويوم أنه مر على البقيع تمنى أن يدفن في البقيع. فعلى طول من يوم طلعوا من المدينة حول ما يطلعون جاهم واحد صدامهم فتوفي رحمة الله عليه، ودفن في البقيع هو وزوجته وولده كما تمنى، كما تمنى الله يغفر له ويرحمه، واسال الله ان يحشره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحشره مع من احب مع النبيين يا رب الله. يا كريم ادعي له دائما يا اخي الرجل هذا مأثر فيك جدا جدا الله يغفر له ويرحمه. انا ترى دمعتي قريبه ذكرت هذول الله يغفر لهم ويرحمهم. لكنه اقصد انا طبعا جاء الخبر من باكستان انه توفى، فراح ابوي ما شفته ولا ادري وش صار. الوالد جاء هنا، الوالد جاء راح المدينه، توفى في المدينه. كانوا عند الشيخ عبد العزيز بن صالح الله يغفر له ويرحمه، كان له دور كبير جدا في تخفيف المصاب. كان له دور كبير لانه مو من الجماعه وعزيز وغالي علينا كلنا يعني، والصالح والمحرج طبعا بيننا وبينهم نسابه، ومنهم كثير من الصالح اللي لهم اثر طيب علينا ونعتبرهم اهل ونغليهم يغلوننا. فهو الله يغفر له ويرحمه الشيخ عبد العزيز احتوى عيال عمي وعنده كانوا في البيت كانوا اطفال، كان فيها صغار منهم ابراهيم، اقول لك اللي هو ابراهيم الله يعطيه العافية، كان معهم بس كان صغير، فاحتواهم وجلسهم عندهم، كان له الحقيقة معروف عليهم، ولا ينسونه ولا ينسى كل ابونا للشيخ عبد العزيز، ندعي له دائما. وكنا في حياته الله يغفر له ويرحمه نواصله الله يسلمك. الله يغفر له ويرحمه. فانا اقول لك وفاة عمي كانت فاجعة لان ما شفناها. الله يغفر له. طيب الثانوي وين رحت يا دكتور؟ بعد ما طلعنا من المتوسط اقول لك شرينا بيت. اذكره من واحد اسمه رضوان ثابت، كان يعمل مدير مطار الرياض. ما شاء الله عليك يا دكتور. أيوة الذاكرة الجميلة. لا لأنهم ذولي أثروا فيني، لأن رضوان ثابت هذا الله يغفر له ويرحمه كان توفي طول في عمره، كان حي، كان خلوق يا شيخ. أنا الخلوقين يأثرون فيني ما شاء الله، اللي تعامل معي وأنا صغير يعاملني أني رجال يترك أثر. ولذلك يا جماعة أنا أقول لأي واحد يا أخي لا تحقرون صغار أبد يا أخي، في سلامكم، في طريقتكم، في ابتسامتكم، صدقوني والله تتركون أثر. لو شفته صغير تبسموا فجهة، سلموا عليه، شدوا على يده بحرارة، يا سلام. تراه يترك أثر الله يسعدكم يذكرها. جدا. فالله يغفر له ويرحمه رضوان. كان ميت رضوان ثابتي، شرينا بفلته في الملز حتى يخذك الرقم تلفونها. كان أول ما تعرف التلفونات كلش النادر. فكان أثر الملز الظاهر كان 4-5 كذا، لا 63-263 يا شيخ، لأنه رقم مميز بحكم أنه مدير المطار. كان رقم التلفون مميز 63-263 يعني ما تنساه. فبالتالي كنت أحب هالرقم هذا، لأنه كان أول بيت طبعا بعد ما رجعنا من باكستان، كنا في شارع الظهيرة وبعدين جينا في البيت هذا. فانتقلنا ودرست في مدرسة الفيصل الثانوية. ثانوية الفيصل حكومية. الفيصل حكومية. ما شاء الله. ثانوية الفيصل. كان فيها علمي أدبي ولا؟ إلا. ولا لازم أولى ابتدائي؟ لا أولى لا ثانوي. لا ثاني ثانوي. أولى ثانوي عام. عام أولى ثانوي عام. كان طبعا عندنا من المدرسين ما شاء الله، منهم الله يغفر له ويرحمه رجل ما ينسى ابدا يا اخي ما ينسى، الاستاذ محمد ابو سليم، كان هو مدير المدرسه. محمد ابو سليم. ابو سليم من اهل عنيزه. طبعا هو اصبح يبدو لي، انا ما ادري بس الفتره يبدو لي انه صار امير عنيزه ذاك الوقت. وطبعا اسره السليم معروفه يعني، اسره طبعا اسمه ابو سليم ولا سليم؟ السليم هو بس السليم. نسميه ابو سليم، محمد ابو سليم. كان ولد السليم، ولد السليم فيسمونه محمد. محمد السليم او السليم. رجل فاضل، رجل أب، رجل وش أقول لك يعني، حازم بود، فيلين بود، حازم بحب يعني، ولا يدخل روحه في كل مشاكل الطلبة إلا ما يتوجب دخول. عنده وكيل رجال شرواك، رجال رجال، لكنه أبو فلان ولا يذكر اسمه، جاء أبو فلان وراح أبو فلان، فأنا ما تعلق اسمه مثل متعلق اسم الأستاذ محمد. والأستاذ محمد كان له مواقف جميلة معنا يعني، جميلة معنا كشباب مراهقين، كان يعمل احتواكم. كان مرة مرة مميز يا شيخ، كان مميز. وكنا احنا تعرف كنا أول دفعات الرياضيات الحديثة، ثانوية الفيصل وكان ثانوية الجزيرة، بس ثانويتين في الرياض هي طبقوا علينا، اللي كانت في عليش هي الجزيرة. اللي طبقوا علينا الرياضيات الحديثة. فكنا في أولى ثانوي هذا، ثاني ثانوي وثالث ثانوي. لا العفو، في أولى ثانوي. رياضة الحديثة بدأت في أولى ثانوي. في أولى ثانوي. فطبق علينا من حنا في متوسطة في ثانوية الفيصل وفي ثانوية الجزيرة. فإذا بتنقل تروح الجزيرة أو الجزيرة يجي الفيصل، لكن ما تقدر تروح اليمامة، ما فيها النظام هذا. من اليمامة الثانوية العادية، الرياضيات العادية، حنا كانوا طبقوا علينا الحديثة.
ونعمة الحمد لله أن احنا كنا من الأوائل اللي استفدناها. جلست ثانوية طبعا لما جاء في ثاني ثانوي أبوي انتقل راح لمصر الله يرحمه وصار مسؤول المكتب الثقافي. في ثاني ثانوي أنت وين رحت يا دكتور؟ لما طلعت من أولى ثانوي ثاني ثانوي درست في الفيصل. إيه وإيش كان تخصصك؟ علمي ولا أدبي؟ علمي. أنت توجهك علمي. علمي توجهي أنا أقول لك اللي خلاني أغير القسيس ولا رايح علمي أنا. أنا كنت أحب اللغات يا شيخ، أدرس فرنسي، أدرس ألماني، أحب أدرس اللغات. كنت كان لي رغبة إني يكون عندي 7-8 لغات أحب أتكلم. وأنت صغير. إيه ودي أتكلم مع كل الخلق. ودي عرفت ودي أوصل رسالة للناس بكل لغة، ما ودي إن اللغة تصير حاجز بيني وبين أي شخص أقدر أكلمه واستفيد منه. هذا أذكر في موقف ظريف يعني واستفدت منها كثير. أم العائلة هذه هن دريشة غرفتنا تطل على حوشهم. إيه. حكم انهم في الملحق في نفس البيت. ففي احد الضيوف كان عندنا ضيف الله يجزاه خير من اهلنا يعني زائر جاء وفتح دريشة الغرفة. لما فتحها انفتحت طبعا تطل عليهم، جيت اركض انا ابى اسكرها، وانا بسكرها طليت طبعا تعرف يعني جت عيني اثر هو جالس هو حرمته تحت في الحوش، فجت عيني في عينهم وسكرت على طول. لما التقيت انا وياهم قلت لها ام سوري يعني انا ما قصدنا نفتح الدريشه وكذا، مع انه عادي لو فتحناها طبعا هم بالنسبه لهم عادي وشو فتحت الدريشه وهم قاعدين اصلا قاعده عاديه يعني ما في وفي الحوش. بس انا من باب انه تعرف ادبا اي قلت ام سوري. قالت لي dont ever say sorry، لا تعتذر يعني لا تقول يوم من الايام اسف. ايه فانا استغربت يوم قالت لي كذا، قلت ليش ما اقول اسف؟ انتم الانجليز انتم تتعذرون اذا اخطيتوا وتقولون سوري وعادي عندكم، ليش ما اقول اسف؟ قالت لا انا ما بقول لك لا تقول اسف، لكن لا تحط نفسك في موقف تضطر تقول اسف من الاساس من قبل ما يصير الموقف. لا تخطئ، حاول انك ما تخطئ. الله. فانت اذا حاولت انك ما تخطئ قد ما تقدر، طبعا هذه مثاليه زايده ما يقدر الانسان عنها، لكن حاول ما تخطئ، ولكن اذا اخطيت قل اسف. ليش؟ لأنه المفروض أنا نصيحة، أنت ما في إنسان ما يخطئ، كلنا بشر وكل ابن آدم خطأ، ما في كلام حق هذا. لكن يا أخي أخطيت قل آسف، روح للرجال قل له آسف، قل أنا أخطيت. ليش تكابر؟ ليش يجي إبليس بأقوى سلاح وهو التبرير يقولك لا أنت ما قصرت أنت أحسن واحد في العالم؟ ليضيع الناس كذا يجيبهم بالتبرير، لا أنت سويت أنت فعلت أنت يا أخي قل آسف، اضغط على نفسك وتخلص المشكلة. قلها تخلص المشكلة لك حتى لو ما هو قبلك، أنت نفسياً ترتاح. صحيح. نفسياً الآسف هذه يا شيخ شفتها وجربتها وجربوها غيري، إذا قلتها ما هي بانهزام ولا انكسار، بالعكس إذا قلتها قوة تحس أنك قوي. صحيح. أنك قويتها أقوى عدو لك اللي هو نفسك. يا سلام. أقوى عدو مو بالشيطان، ترى الشيطان كيده ضعيف يا شيخ. جميل. طيب كم جلست يا دكتور في يعني في الملز الآن؟ ولا طولت طبعا مني. لا جلست الى ثاني ثانوي، وبعدين اقول لك نهايه ثاني ثانوي ابوي سافر الى باكس الى مصر. إيه؟ عين مسؤول في المكتب الثقافي في اسكندريه ملحقيه في الملحقيه في اسكندريه، صار هو المسؤول على المكتب هناك في اسكندريه. وراح لانه هو اللي اسس المكتب وهو اللي استاجره وهو اللي بعدين اللي بحث مقر القنصلية بعد كذا. وجو جت القنصلية أسست عندنا، كان فيها رجل فاضل محترم قال الله يغفر له ويرحمه كان ميت وطول في عمره كان حي وحفظ عييله ومن كل شر، قال له أستاذ شفيق صبان رجل مؤدب خلوق مصري سعودي صبان، عائلة صبان معارفة جدة. ايه؟ عائلة راقية صبان يا شيخ، من عوائل الأسر الراقية في جدة، وهم فعلا كل اللي تعاملت منهم معهم من العائلة هذه كريم نفس. هذا الرجل كان كريم نفس خلوق، مع أنك القنصل وكذا لكن كان يتعامل معنا يا أخي يزين ببساطة. إيه يزين اللي تعاملك يعامل كنت صغير رجال. يا سلام. يعامل كنت صغير. فراح أبوي، لكن السنة هذه اللي أبوي راح فيها انتقلوا أهلي كلهم معه إلى مصر، ورحت أنا معه في الصيف صيف ثاني ثانوي. طيب رحت معه. تسمح لي دكتور أنا ستوقف عند هذه المحطة على أن نكمل بإذن الله عز وجل إن شاء الله في الحلقة القادمة. بس أخاف أنكم مليتوا. لا لا زك الله. لا لا كويس يا دكتور. الله يرضى عليك. شكرا لك يا دكتور. أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المحرج المتخصص في الإصلاح بين الناس. نلتقيكم بحول الله عز وجل في الجزء الثاني في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في سيرة عطرة عقد من الدرر تحكي جواهره عن طيب الأثر. ضيف من الذكرى من الذكرى كبرى ضيف من الذكرى ومواقف كبرى بالنور قد كتبت لتضيء كالقمر.